يا اهلا وسهلا فيكم من جديد متابعينا. فقرتنا الحين تتكلم عن كيفية الاستثمار الذاتي من خلال تجربة قراءة 52 كتاب في 52 اسبوع. كيف نسوي التجربة هذه مع عائلتنا بشكل ممتع ومفيد؟ طبعا راح ناخذ تفاصيل اكثر عن هذه التجربة مع ضيفنا بالاستوديو الراوي والكاتب الدكتور عبد الرحمن السلطان. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا وصباح الخير والنور على المشاهدين. الله يحييك، احنا سعداء بتواجدك اليوم معنا. يعني موضوع بصراحة شيق ومثري. بعض الناس يقول لك انا باليلا اقرا كتاب واحد. صحيح. في المقابل يعني قراءة 52 كتاب ما شاء الله في 52 اسبوع، كيف تشوف آلية هذا الشيء وكيف الواحد يرتب جدوله؟ أعتقد أن المسألة قد تكون مستحيلة بشكلها العام، لكن الفكرة الأساسية بدأت، يمكن ذكرتها قبل فترة، أنه تقريبا قبل سنتين حملت برنامج في التليفون يقيس عدد الدقائق أو الساعات اللي تكون مربوط فيها بوسائل الاتصال الاجتماعي اللي هي زي تويتر، الفيسبوك، الواتساب. كذلك كثير منا يعتقد أنه يقضي مثلا باليوم ساعة ولا ساعتين على وسائل الاتصال الاجتماعي. المصيبة أنك إذا حملت البرنامج سوف تكتشف أرقام فلكية. أنا مثلا جربته وكنت أتوقع أني ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، اكتشفت أنه في اليوم تقريبا أونلاين أكثر من 6 إلى 7 ساعات، وهذا تقريبا ربع اليوم يعني. وأنا متأكد أن حالتي زي حالات كثير من الناس وزي حالتنا احنا برضو بالضبط الجميع. يعني احنا ما نتوقع، لان كل دقيقه تزيد برضه. او قد تزيد طبعا، لانه الواتساب بالذات يعني صار ياكل مننا وقت طويل، مشاهده المقاطع، التواصل اليومي. والاشكاليه الكبرى انه لو رجعت ووجدت ان اغلب الاتصال والتواصل مع الاخرين في اشياء قد تكون هامشيه واضافيه، وقد تكون في بعض الاحيان مشتته عن العمل الحقيقي. في هذه الفترة وجدت أني ابتعدت عن الكتاب رغم أنني مهتم في أمور الرواية والكتابة والقصة القصيرة، فكان التحدي أني كيف أستفيد من السوشيال ميديا في القراءة. فجت فكرة أني أشارك المتابعين عندي في حساب سناب في الكتب هذا. فكانت الفكرة أني أختار كتاب أبدأ فيه يوم الأحد، أعلن عن هذا الكتاب أنه والله هذا الأسبوع سوف نقرأ هذا الكتاب، ثم نبدأ في قراءته خلال أسبوع كامل. خلال الأسبوع يعني أطرح بعض السنابات عن هذا الكتاب قصيرة. يوم السبت اللي هو آخر يوم في الأسبوع أقوم بعرض متكامل عن الكتاب، عن المؤلف، عن الطبعة، عن الفهرس، عن أهم ما ورد في الكتاب. وجدت أني أصبحت أكثر التزام، لأن أصبح عندي جدول أسبوعي من الضروري أن أقدم للمتابعين مثل هذه التوصيات والشروحات. والحمد لله مشت العملية. صح كان في تحديات وفي صعوبات، تعرف بعض الكتب قد تكون أطول، بعض الكتب قد تكون أصعب، ولكن الإصرار وتشجيع المتابعين حقيقة والتواصل اليومي اللي بينهم كان رائع جدا. تجي أسئلة، بل أنه في آخر الفترة بدأت تجي توصيات على بعض الكتب الأخرى، خلينا نقرأ هذا، خلينا نراجع هذا، تتبادلون فيما بينكم. بالضبط هذا اللي حقيقة كان مشجع. وصارت السوشيال ميديا عون على قراءة الكتب على عكس ما كانت قبل. جميل. طيب دكتور عبد الرحمن، كيف كان يعني ردة فعل الناس معك؟ يعني يمكن من خلال التجربة هذه ناس للأسف ما يمارسون مثلا قراءة الكتب إلا وقت الدراسة. صحيح. وغير الكتب مثلا التثقيفية المجتمعية يبتعدون عنها، فأنت كيف شفت ردة فعلهم؟ يعني مثلا هل جاء مثلا بعض المتابعين قالوا لك أنه من خلال التجربة هذه إحنا قرأنا، إحنا مثلا أثرينا معلوماتنا؟ نعم، أنا أعتقد جزء من روعة هذه التجربة التجاوب الإيجابي. في حساب، في أنا وضعت حساب خاص بهذه المبادرة كل أسبوع كتاب على تويتر، وصار له متابعين يعني بالآلاف، فهذا يدل على اهتمام الناس بالكتاب. الشيء اللي دائما أقوله أنه أهم شيء في القراءة أن الإنسان يقرأ ما يحب. للأسف نقع دائما في فخ القوائم المعدة سابقا، وأنك يجب أن تقرأ هذا الكتاب وتقرأ هذا الكتاب، وهي أمور جيدة حقيقة، لكنها غالبا تكون متخصصة وقد تكون مبنية على وجه نظر وأذواق مختلفة. لذلك دائما أقول أن الإنسان يقرأ ما يحب. اليوم مثلا في الدورة الماضية اللي 52 كتاب في سنة كاملة، لو رجعت سوف تجدون أغلب هذه الكتب تقريبا يمكن حوالي النص كتب أدبية في القصة القصيرة والرواية نظرا لاهتمامي الشخصي. فأنا أقرأ لنفسي في البداية، يجب أن يقرأ الإنسان ما يحب أولا، ثم بعد ذلك يستزيد من الأشياء الأخرى. هذه في تحديات، لكن اللي أشوفه اليوم أنه في الحساب في تويتر، في قناة اليوتيوب، صار في تجاوب رائع، في اشتراك في القناة، هذا معناه الناس مهتمة. كذلك أجد بعض الأسئلة اللي قد تكون بعض المرات دقيقة، وهذا يدل على أن الأشخاص قاموا بقراءة الكتاب. لذلك أنا سعيد جدا أن هذه التجربة تجاوزت المحيط الفردي وأصبح في تفاعل مجتمعي يزيد من أهمية الكتاب. في النهاية الهدف الأساسي ليس مجرد القراءة بل الاستمتاع بالقراءة.
صحيح أكيد، لما الواحد يأخذها استمتاع غير الواحد مثلا يقرأ كتاب يبغى يخلصه بالتأكيد. أو مثلا يذاكر صحيح. دكتور عبد الرحمن أسألك عن موضوع الالتزام، يعني الآن الالتزام بجدول معين الآن في الإجازة، ونعرف الإجازة ما شاء الله تعتبر يعني ممكن الواحد يا أنه يمشي على جدول ما يلخبطه أو أنه يلخبط كل شيء سواء. صحيح. كيف تنصح الآن المتابعين اللي قاعدين يتابعونه ومشاهدين، ايش تنصحهم؟ ايش الكتب اللي انا ابدا تصير مدخل لي علشان يعني هل اقرا روايه قصه خياليه معلومات كيف احط لي وقت معين؟ يعني انت تجربتك مع القراءه اكيد في البدايه واجهت صعوبه يعني. صحيح، انا اقول انه يوم فرصه كبيره مع الاجازه الحمد لله السنه هذه بالذات لطلاب التعليم العام والجامعي عندهم اجازه طويله قد تصل الى 4 أشهر. المهم أول رسالة دائما الإنسان أن يقرأ ما يحب، هذه مسألة مهمة. يجب الإنسان يعني في بعض الأشخاص يحب قراءة كتب السير الذاتية وتجارب الآخرين، بعضهم يحب قراءة القصة القصيرة، الرواية، الروايات المترجمة. يجب أن تكون البداية مما تحب وأن تخصص وقت خلينا نقول معقول. بعض المرات تخصيص أوقات أكثر من اللازم تجهض التجربة، يعني الإنسان يكون في البداية يبغى يقرأ 2-3 ساعات وهذا غير صحيح. أنا أعتقد أنه قراءة نصف ساعة، 45 دقيقة، ساعة إذا تجاوز الأمر معقولة، وأن تكون بشكل دوري لا تكون بشكل يعني مزعج ومؤثر على الجدول اليومي الخاص بالشخص. بعد ما يبدأ بقراءة ما يحب هو سوف ينتقل لأشياء أخرى، سوف يطالع ما يقوم الآخرون بالتوصية عليه، لكن يجب أن يعرض هذا الشيء على نفسه. يعني أي كتاب تشوفه لابد تطلع على الفهرس الخاص بكتاب، تطلع على بعض الفصول تقرأها بشكل سريع جدا حتى تجد. أنت إيش تحب تقرأ دكتور ولا مقطع الكلام؟ والله أنا مهتم كثير بالرواية والأدب حقيقة، وأذكر مثلا يعني أطار رواية أدب، واحد من الكتب كان هو رواية جزيرة الكنز المسلسل الكرتوني، وأصلا كان رواية وقليل من الناس يعرف أنها رواية حقيقية. فأذكر أن هذا رغم أنها رواية قصيرة يعني تقريبا ما تتجاوز 80-90 صفحة كان لها تفاعل عجيب جدا، تعرف إعادة الذكريات الكثيرين، وكانت قريبة جدا من روح المسلسل الكرتوني، فهذا ساعد كثير جدا على اهتمام الناس ومتابعتهم للسنابات ويمكن قراءتهم للكتاب. جميل. طيب دكتور عبد الرحمن، نبي منك نصيحة سريعة توجهها للأمهات والآباء، كيف يثرون أطفالهم خصوصا الحين في فصل الصيف؟ صحيح. كيف تكون التجربة هذه أدونها وتكون يعني ناجحة معهم وممتعة لأطفالهم، حيث أنه يمكن الأطفال يتململون كثير؟ لازم أن يقرأ الأطفال ما يحبون، استحابهم إلى المكتبات، جعلهم هم من يقومون بشراء الكتاب واختيار ما يناسبهم حتى من مجلات الأطفال. بعد ذلك توفير مكتبة منزلية لو صغيرة. الشيء المهم الأخير أن يكون هناك قدوة، لا يمكن أن تطالب أبنائك وبناتك بالقراءة والأب والأم لا يقرؤون. صحيح. دكتور عبد الرحمن طبعا أنا شاكر لك حضورك اليوم، وبصراحة استمتعنا بس الوقت داهمنا، لكن إن شاء الله المرة الجاية يكون في رواية أنت سويتها أنت كتبتها أو قصة معينة إن شاء الله. الله يسعدك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد الرحمن السلطان.